موقع الأثرية رابيدوم ببلدية جواب ولاية المدية، هذا يرجع للقرن الثاني ميلادي، كان تابع للإمبراطورية الرومانية. للأسف الشديد هذا واش قعد منه، موقع تقريبا مهمل يعني، والأغلبية من الأبنية تاعو اندثرت تردمت بالأتربة للأسف الشديد. كما راكم تشوفوا، وكان فيه يعني ثكنة راهي مردومة، وكان فيه زوج أحياء، لكن كما راكم تشوفوا يعني تقريبا ما بقاتش حاجة كبيرة باينة فوق التراب. كاين كيما هذه بعض يعني الاحجار اللي مازالت قائمه شويه. هذا واش قاعد كاين فيه؟ اهمال كبير للاسف. أعمدة هذه هاي كما راكم تشوفوا طايحة كاع مهملة، هاي لابينوار تاع الرومان اللي دوشو فيها، هي معمرة أبو جغل اللي يعوم لداخل مسكين. مدينة شاسعة مترامية الأطراف، لكن أغلبها مردوم. هذه راهي معمره بالماء، والله ما نعرف واش هي، وعلى يولي حمر هكا. هذا يبان المدخل تاع المدينه، راه كاين لحد الان هذا المدخل الثالث اللي رانا لقيناه. هاي بعض كتابات الرومانيه قديمه، المهم راكم فهمتوها واش تمعني وخلاص. هذا هنا راه يبان شغل بير، نقول نضربوا عليه طلقه. راه مردوم هذا، ها هو راه شغل بير. المهم باختصار هذا هو موقع رابيدوم الأثري ببلدية جواب. هذا هو كل الموقع، هذا هنا الدوم، هذوك بعض الأحجار كاع نلقاهم مثقوبين بهذاك الشكل.